السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ملاكمة جزائرية معروفة أصبحت مشهورة بفضل تافهين الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي وكذا القنوات الجزائرية التي استضافتها ولمعت صورتها. هذه الملاكمة سيئة السمعة، وبعدما ظهرت في العديد من الفيديوهات سابقا وهي في حالة سكر وتتفوه بكلام ساقط ولم تتحرك أي سلطة لمحاسبتها، هي اليوم تظهر في فيديوهات أخرى وأمام العلن وتمارس أفعال خبيثة ودنيئة مع عارضة أزياء معروفة في الجزائر، وللأسف بدون حسيب ولا رقيب أيضا. وطلب ناشط من السلطات الوصية إلى ضرورة سن قوانين جديدة تجرم كل من ينشر الرذيلة والانحراف والفسق وفساد الأخلاق وكذا الكلام الذي يمس بالحياء.